من الليلويا يؤنس بشير إذ زخارياس أفصادي إذ بنت إفقو إمو جيب شويسي صوز بيرسوس كم بيسنجي بيفقان جريوني سوى جي إم بيونتون خنجن ميسي انتني يومي تيرو إيو تي يؤنس بيرفتي أمس بسنجاني سندي بخيريس يوحنا ابن زكريا تكلم عنه الرب يسوع المسيح في الإنجيل المقدس قائلا أنه لم يقم في مواليد النساء كلهن أعظم من يوحنا المعمدان يا نسيب المسيح نكسبت ريكا أيوك حقيم نعماتك يؤنث ببرودروموس صائياس أفصادي إذبس جيت اسمي ام بيت اوشبول هي ابشابي جيت بيت افموي ان ديب شوي سيبنو تمو سوتون ان اف ام موشين انشير ام بإسرائيل يوحنا المعمدان تنبأ عنه اشعياء قائلا صوت صارخ في البر يعد طريق الرب بل الى قوم اتركوا يا بني اسرائيل كانين كائين ترأف الله علينا وبارك وزروج علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ورات الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب عملهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة بركة القديس يوحنا المعمدان وبركة عيد النيروز وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بنوتي أمين أسشو أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم.